في دقيقة مرسيد معكم الحديث، الحديث كان على الاتحاد موقفه قرار الاضراب العام الموافق عليه وخاصة رفضه للحوار على شكله الحالي. برهان يقول لك 50% من فاتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والموافقة المنتظرة اللي نحبوها ونتمناوها بيد الاتحاد محمود. لو توافق النقطة هذه هل الرئيس مش فاهم الوزن اليوم؟ معناه يتخلى عن الاتحاد رغم أنه صندوق النقد الدولي قاعد يتفرج والموافقة نتاع الاتحاد على الاصلاحات اللي باش تقريبا مفصليه باش صندوق النقد الدولي يعاون تونس ويمشي معانا في الثنيه اللي احنا نحبوه. 100% رفيق من نرجع شويه اللي قالوا بسام بوناني البارح قال اللي ما فهمش دور الاتحاد راو ما فهمش اللعبه السياسيه في تونس، الاتحاد راهو ماهوش مجرد لاعب سياسي او منظمه سياسيه عريقة يشارك في حوارات وما إلى ذلك لا بالعكس هو فعال اذا كنت في الحكومه تسعى الى تحييد الاتحاد باش يخليك تخدم مرتاح واذا كنت في المعارضه تسعى الى كسب ود الاتحاد باش تنجح التحركات الميدانيه متاعك اليوم رئيس الجمهوريه مع الاسف بالرغم بالرغم على مر التاريخ حوار وطني وما نحبش نرجع نقول جايزه نوبل وما الى ذلك والعالم الكل يعرف دور الاتحاد اليوم في تونس مع الأسف الرئيس لم يستمع إلى الاتحاد ولا يريد الاستماع إليه وقعدنا في سياسة الكر والفر بين قيس سعيد ونوردين طبوبي هاو كان يعملوا قرصه يجاوبوا نوردين طبوبي طايح شويه في لهجه الخطاب رئيس الجمهوريه وهكذا دواليك، هذي اللي قعدنا حتى اليوم وصلنا اليوم، اليوم رفيق الأخطر من هذا، إذا توا نعملوها بصفة علمية، علمية، نعملوها ريترو بلانينغ وكل راهو الإنتخابات باش تبدأ نهار 25 جويليا، 23 جويليا بالنسبة للخارج خاطر نهارين نقبل ونبدأو راجعين بالتوالي، نلقاو الوقت الوقت اللي اليوم ما عادش يززي ما عادش ززي معناتها علميا ما عادش باش نخلطوا وننظموا انتخابات في 25 جويليا والا حاجه من اثنين باش يجيبوا لنا الدستور حاضر ويقول لك هذا اللي باش تصوت عليه هذا هو اللي قاعد يتقال في الكواليس وهذاك علاش وهذا الاتحاد الحاجات اللي يا برشا ناس ترفض الجلوس على طاوله سيعرف فيها دستور مكتوب هو وعليهم الموافقه وهذا مؤسف وهذا مؤسف لانه اليوم تعدينا شو مين تعدينا؟ تعدينا في المجلس الوطني التاسيسي من التمطيط هذاك بتاع ثلاثة سنين واحنا نعملوا في دستور <applause> غير مسبوق غير معناتها في السرعة تسارع آه تسرع معناتها فما فم فرق كا كان عندنا اونترونور قبل في الواحد <applause> يكون فما فرق بين السرعة والتسرع اليوم مع الأسف فما تسرع في عمل اللي مشرفين على صياغة الدستور ولا خلينا يحطون الدستور وف. وهذا غير مقبول